موضوع سيء جدا جدا، وهو النميمة. كلنا بنطلع نقول انه احنا ما بننمش، احنا ما بنعملش شيء سيء، احنا ما بنتكلمش عن حد، احنا ما بنجيبش سيرة حد ابدا، لا لا مش دعوة بحد، انا ما بتدخلش في حياة حد، انا ما بتدخلش في خصوصيات حد، مش عارفة ايه الكلام ده كله. وتلاقينا احنا بعد ساعة قاعدين مع شخص تاني خالص يكون مقرب لينا، بنحكي على الناس اللي كنا بنقول لهم ان احنا مش بتوع نميمة، والله هي موجودة، وان احنا مش بنتكلم عليكم. هي موجودة للأسف، قطعت كلامك منا بعرف، بس انه هي موجودة عندكم انتم النسوان، بتقعدوا ساعتين ونص اوكي، ولوك لوك 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 شو لابسة وشو شنطتها وشو فستانها، وانا واخر شيء اخر شيء الله يستر عليها. الله يستر عليها. الله يستر عليها. خلاص الله يسهل لها. الله يسهل لها. هي بحالها وانا بحالي. أيوة. بعد ما نقعد ساعة نقطع في فروتها المسكينة وهي مش موجودة، بعدين نقول لها خلاص بقى الله يسامحها، بس أنا مسامحاها. بس تعالى بجد نتكلم على موضوع النميمة بشكل عام في المجتمع، قد إيه بيخلق مشاكل، وقد إيه بيعمل فجوات ما بين الناس. ممكن أنت حد، أنا مثلا أجي أوصل لك أقول لك زي المثال اللي قلته من شوية، إنه والله يا معتز اتكلم في ظهرك، ممكن انا اخلق ما بينكم قطيعه ومشكله ممكن تدوم الى العمر كله. مظبوط. مش بس كده، ان انا اجي مثلا شخص انت ما تعرفوش خالص، ركان انت عمرك ما تعرفت عليه، بس اجي اقول لك انت عارف ركان ده بيعمل كذا في حياته، وشخص عامل كذا في حياته، وشخص حياته سيئه، وي وي وي، وافضل اوصف الشخص ده بصفات اخليك انت تشيل منه وتبني على كلامي انا صوره في ذهنك سيئه جدا للشخص. طب ما دي كمان نميمه. طب ما انت بتتكلم على شخص حرام، يعني انت يعني بتذم فيه. وحتى لو بتقول يعني معلش، حتى الكلام الحسن في بعض الأحيان ما بيبقاش كله أوكي، يعني 90% إنه جميل، أنا والله بعزه جدا وبحبه جدا للشخصية دي، بس عنده شوية الصغيرين. أيوة، لو يغيرهم يبقى بيرفكت. هو هذه هي المصيبة. أنت عارف وصلنا لمرحلة مرحلة وين يا منا، إنه بس حدا يسمع اسمه ذكر وهو جاي بالصدفة هيك كله، بس أحكي سيزار مثلا بيفتح عينه هيك، ولا منا ما لسه ما حكيتش لا سيء ولا جيد، فبت سيزر وين انت؟ والله سيزر ابن الحلال هيو ورا الكاميرات، اوكي تحية لك سيزر. طيب فبتلاقي انه وصلنا لمرحلة انه بس نسمع اسمنا انه نفتح عينينا انه ها بده يحكي شغلة مو حلوة. لا يا جماعة، اول شيء ظنوا بالناس ظن الحسن، اثنين النميمة هي كلمة والله هذا شو عامل وشو هذا شو عامل، ما راح تجيب فايده، ما راح تسوي الا فجوات، ما راح تسوي الا ثغرات في الحياه ومشاكل ووجع راس، ويا شاري الهم من رقبه صاحبه، ليش لا تشتري هم؟ خلص هذا هيك الله خلقه بصفاته باطباعه، واصابع الايد مو نفس بعض، يعني مختلفين، انا بختلف عن منا ومنا بتختلف عني وعن فلان فاجباري لازم يكون عندنا ثقافه تقبل الطرف الاخر مهما بدرت او بدرت منه بعض الشغلات سيئه، عادي نوعا ما الواحد ممكن يعالجها، ممكن يتخطاها، مش كل شغلة صغيرة بدي أكبرها وكيف عمل هيك وشفت شو عمل فيني، والله إنه مو صاحب عشرة لأنه حكى الكلمة الفلانية، شو قصده؟ يمكن بيمزح الزلمة، بس أعطاك رياكشن جدي شوي، فإنه ما نضل مستنيين على بعض إنه هذا أكيد غيران مني، هذا أكيد حسدني، في ناس هيك للأسف عايشين في حالة في كوكب من السلبية وهم اللي خلقوها لأنفسهم. فدخلوا فيها وصارت في قصة النميمة.